هلا النوعين الرئيسيات للفلترز كتصميم، احنا ما راح ندخل بتصميم الفلترز بالتفصيل لانه هذا عالم يعني عالم واسع جدا ما بندخل فيه، احنا بس ناخذ الفكره هاي. بس احيانا بتسمع الكلمتين هذول لما ينذكروا الفلترز بقول هذا الفلتر نوعه هو لو باس وهاي باس، بس في له تصميم حسب طريقه تصميمه من الداخل. في نوع باترورث نسبه للعالم باترورث وتشيبيشيف عالم ثاني. الفكره الاساسيه في هذول في الفلترز انه انا قد ما اصمم هذا الفلتر بعنايه راح الاقي انه في عندي في منطقة هون هذه باند باس، وهي منطقة هون راح يكون فيها باند ستوب. الباترورث فلترز ما فيش عندي ريبل، ما في تغير في الجين في منطقة هذا، هذا هون فلات، بس في تغير بالجين فيكون في الباند ستوب. فالباترورث فلترز واللي شائع أكثر هو الباترورث فلتر عادة. هذا اللي هو جيم، ما فيش عندي ريبل من هون، هذا فلات بيكون، في ريبل بيصير في الباند ستوب. لكن لو جيت على تشيبيشيف فلترز ما فيش عندي امثله انا اعطيكم اياها، يعني هاي خبرتي هي محدوده بهذا، بس تشيبيشيف فلترز في عندي جيم، فبيكون عندي هون لما بطلع على بكون في عندي هون نوع من الريبل تغير في الجين، جين ريبل ان دي باند باس، نو ريبل ان ذا باند ستوب. الشائع استعماله اكثر الباترورث، الشائع استعماله اكثر. يعني انا بتذكر مره بنطلع على فلتر بدنا نعمل لو باس فلترنج على سيجنال اخذناها من اكسلروميتر، فاللي شائع جدا كان استعماله هو سكند اوردر باترورث فلتر، سكند اوردر باترورث فلتر. فعندي واضح انه البهدر ومحدد الريبل فريكونسي تبعته، بس كويس تكونوا عارفين الكلمتين هذول، اذا ذكر الاسم بتعرف انه هذا باترورث او تشيبيشيف. طب ليش العالم بتستخدم تشيبيشيف؟